صباح الخير. صباح الخير لليوم. صباح الخير دكتور. كيف صبحت؟ إن شاء الله كل شيء تمام. أموركم كويسة؟ طمنونا. تمام الحمد صباح لله دكتور الحمد لله. يا هلا، أهلين، إن شاء الله بضل بخير. إيه، شفتوا أنت امتحانكم الميدتيرم؟ نزل الجدول تبع لكم؟ نزل نزل. توقع ب 16 16 5 أوكي، يعني نزل، تمام. 16/5، الامتحان إلكتروني طبعا، مش حكون لكم هيك. خليني أرجع شوي لورا، بس خطوة لورا تمشي معاي. وين كنت وين صرنا؟ هذا الشابتر بدنا نربط فيه الكواليتي اتريبيوتس والكواليتي فاكتورز اللي أخذناهم ان جنرال في مسألة سوفت وير كواليتي اشورنس، بدنا نربطهم في عملية development of software throughout the software development life cycle، من الـ specifications، من الـ requirements لحد الـ release، تمام؟ فكان في عنا ما يلي: إنه في عندي requirement quality. This is a goal. I need to get to requirement quality. وحكينا قبل انه مسألة الكواليتي هاي مسألة very generic very vague كذا، كيف بدنا نعملها specific targeted and number؟ بنصير نطلع على الاتريبيوتس تبعات كل وحدة فيهم: design quality, requirements quality, code quality, and we tie that, we connect it to a measurement, a metric. يعني metric معناها measurement، يعني مقياس. هذا المقياس بده يكون رقم، بده يكون إشي تقدر تقارنه، something with something، بده يكون في value على سكيل معين. يعني ممكن تكون هاي السكيل قديش هو الرقم، قديش هو كبير أو صغير، تقارنه مع رقم تاني في software تاني. فبصير في الإمكان we can compare quality in terms of these metrics. هلا هدول المتريكس in order to get to them it needs statistics. شو يعني statistical analysis؟ يعني كل عملية، كل process إحنا بنشتغل فيها we have to have those numbers and we have to analyze the numbers. This is very specific. You get those numbers، بتحط على كل attribute أو على كل metric في عندي هدول ال numbers، بعدين we analyze the numbers، بتطلع عليهم. مش إنه بس والله خلص أنا في عندي 530 bug، إيش طب يعني؟ طيب المرة الجاية في عندي 4000 بج، ايش يعني؟ يعني هل معناها انه السوفت وير الثاني اسوأ؟ بجوز بجوز لا، حسب قديش كبير، حسب قديش صغير، حسب قديش بيشتغلوا عليه ناس. فبدنا نعمل statistical analysis. هذا الـ statistical analysis من شغل السوفت وير كواليتي اشورنس ديبارتمنت، يعني مش انا شغلي كديفلوبر. انا بعتبر حالي دائما ديفلوبر زيكم يعني. انا بالنسبة إلي بكتب كود، بيجيني تاسك، بكتب كود، الكود هذا بعمل له ريفيو، بعدين بس اخلص منه اشوفه على جهازي بيشتغل، بنزله عند التستنج اللي هم السوفت وير كواليتي اشورنس، ويا بيشتغل يا بيشتغلش. بيسكلي اذا بيشتغلش بنحط، بيطلع عندهم بج، البج هاي بيسجلوها بالبج شيت، بتتسجل على اسم اللي لقيها. بعدين بيجي المانجر بيطلع عليها بيقول انو اللي اشتغل على هذا الشغل، سامي عوض، بيجي بيعمل لي اساين debug أو fix the following 1 2 3 4 5 6 bugs. منيح؟ هلا الستاتستكس وصلتنا لنتيجة اللي هو هذا السكشن، very small very important. statistical quality assurance reflects a growing trend throughout the industry to become more quantitative about quality. quantitative يعني في numbers، في كوانتيتي، بتقدر تقيس، بتقدر تعمل مقارنة.
يعني الهدف منها اولا ميجرمنت، الهدف الثاني شو؟ كومباريزن واناليسيس. الاناليسيس هاي بدها توصلنا للكوزز او السورسز اوف ذيس باجز. فمثلا for software statistical quality assurance implies the following. أولا information about software errors defects is collected and categorized. collected من جمع مظبوط بتنحط كلها في البنك شيء. categorized هاي إنه أي بند بقى هذا. what is the grouping of this bug. إذا في للبجز كمان classification. categorization أو classification نفس الشيء. اثنين an attempt is made to trace each error and defect to its underlying cause. كل error بيطلع معي، كل بتطلع معي في حدا لازم يتابع انه شو مصدر هذا. بدكش تخترعوا هذا المصدر، هذا المصدر موجود and documented and it is academic، يعني ثابت. وهلا بنشوف في الاكزامبل، هاي المراجعه بعمل لكم اياها مشان اوصل للاكزامبل. ثلاث في عندنا برنسبل اسمه باريتو برنسبل. حط على جوجل هلا باريتو برنسبل بيطلع لك شيء اسمه 20 80 او 80 20. 80% of defects can be traced to 20% of all possible causes. 80% of defects 80% من الايرورز او البجز اللي بيطلع معنا سببهن 20% من الكوزز. معناها افرض عندهم 100% causes او sources of errors، في منهم 20% هن هدول سبب 80% من البجز، هن المهمات، هن اهم شيء. طب كيف عرفوا يا استاذ؟ بيعملوا اناليسز، ستاتستيكال اناليسز. في نمبرز يا حبيبي، في نمبرز بتطلعوا على هاي البج شو السورس تبعها، وهاي البج شو السورس تبعها، وهاي البج شو السورس تبعها. بالكم بالاخر انه this source of error caused more much more bugs than that one. وبالتالي لازم نركز عليه، لانه please remember this، لما يصير عندك bug سواء كنت بتشتغل developer ولا بتشتغل manager، when you have a bug that bug is an indicator لشغلتين. الشغلة الأولى إنه something went wrong in this area. أوكي. هاي بسيطة كل واحد بيعرفها. الشغلة الثانية what is the source of the bug، السبب اللي خلى هاي البق تصير. البق نفسها إشي والسبب اللي خلاها تصير إشي ثاني. طيب شو هن هدول الأسباب؟ هذا اللي بدنا نجي له اليوم. عشان هيك أنا رجعت لكم لورا، بدي أذكرك وأربط لك المواضيع مع بعض. أربعة، هدول ال 20% بسموهن vital few، يعني الشوية sources المهمات. vital معناها الحيوي صح؟ اللي هي الموست امبورتنت يعني. few بجوز تتفاجئوا، طبعا هو الكتاب عمل لك هذا الريسيرش لحاله، بيبرز منشورات، راح تتفاجئوا انه في ثلاث او اربع اسباب من 12 هن هدول اهم اسباب للايرورز. اذا بنركز عليهم انت بتنظف 80% من الايرورز، لان هدول ال 20% اللي هن كلال سورسز كلال هن سبب 80% من الايرورز. Once the vital few causes have been identified, move to correct the problems that have caused the errors and defects. هلا مش بس بدنا نصلح ال errors and defects، لا بدك تصلح ال source، من وين اجى ال source، شو السبب اللي خلى هالبق تصير. وراح تلاحظوا انه في اسباب عديده، منهن مثلا منهن انه ال specifications are not clear. يعني انا كمبرمج اجى واحد قال لي بديش درجه الحراره تتجاوز 50، بس هيك هذا اللي قال لي ممنوع انها تطلع فوق ال 50. طب في هاي الحاله انا بقدر اعمل كثير شغلات، بقدر اذا صارت 50 يصير ايرور ويطلع وكله باي باي فيش روح. بقدر اعمل ميكانيزم انه ما اخليهاش تصير 50، وبقدر لما تصير 50 وفوق اعطي ايرور اقول له صارت 50 وفوق. اني منهن
فبروح انا بعمل واحدة منهم على مزاجي لاني انا مبرمج شاطر، بعمل واحدة منهم بنزلها على التست سنتر، بيقولوا لي هاي بق. ليش يا عمي بق؟ بقول لك انت خليته يطلع فوق 50. طب ما انت ما قلت ليش؟ هاي الايرور تبعها مش مني انا كمبرمج، هاي الايرور تبعها انه السبيسيفيكيشنز ار نوت كلير. ماشي؟ طيب. او بيجي بقول لك بتودي على تيست سنتر بفحص تيست كيس معينه بيطلع عنده بج، تجيني البج بقول له طب انت مش حاكي لي في السبيسيفيكيشنز انه لازم اعمل هيك، هاي معناها ميسنج ميسنج مش موجوده. او بالسبيسيفيكيشنز موجوده، بيجي بيعمل التيست كيس تبعت ال الكيس هاي تبعتي اللي انا برمجتها بكل في بق ايرور، بترجع لي البق بطلع على سبيسيفيكيشنز مطابق للسبيسيفيكيشنز فيش اشي، بلاقيها برجع للسورس تبعها بلاقي انه السورس تبعها ترجمة الريكويرمنتس للسبيسيفيكيشنز هي اللي فيها المشكلة، فبتتصلح. لما تتصلح هاي معناها بده كل اشي مراجعة. بتلاحظ كيف نضل نرجع لورا لورا؟ يعني ممكن تكون البروبلم بالديزاين، ممكن تكون بالسبيسيفيكيشنز، ممكن تكون ميسنج من الريكويرمنتس اصلا مش موجوده، بتعدل هذا كله. واضح؟ يلا هاي الاكزامبل تو illustrate this. The use of statistical method in software engineering work. Assume that a software engineering organization collects information on errors and defects for a period of 1 year. بعد سنه كامله من الشغل اجوا حوشوا عملوا statistical analysis لكل البجز اللي طلعت معهم والسورسز. تمام؟ Some of the errors are uncovered as software is being developed. بعضهم وهو قاعدين بيشتغلوا. Other defects are encountered after the software have been released. Although hundreds of different problems are uncovered. يعني حقيقة لما احنا نشتغل على software مئات البجز بيطلع. يعني ال hundreds is a good number. يعني اذا ما عندكش يعني فوق ال 1000 وال 2000 بق منيح. طب لما اقول 1000 و2000 بق انا ما بحكي عن سوفت وير مكتوب ببرنامج انت كاتبه بالسي بلس بلس بتنفذه، هذا بيطلع لك 15 10 ايرورز. بس لما يكون سوفت وير بيشتغلوا عليه 40 ديفلوبر هذا ممكن يطلع عندي 2000 بق عادي. وعادي مش انه يعني ما انا هدول ما بيعرفوش يبرمجوا، لا لا عادي طبيعي. طيب فطلع عندي الأسباب التالية the following causes. بحط على causes برضو highlight. لاحظوا كيف انتقلت من البج لل cause of the bug. ليش؟ لأنه الزلمة فوق قال لي حسب الـ statistical analysis 80% من البجز سببهن 20% من هدول الـ causes. 20% من هدول هدول كل الـ causes. مين الجابن؟ سامي عوض الجابن؟ لا هدول منشورات papers standards حتى لهم اختصارات IES. شو يعني IES؟ incomplete or erroneous specifications اللي حكيت لكم اياها هسه. يعني الـ specifications نفسها اللي فيها الـ error. شو دخل المبرمج؟ ولا شيء. فإذا المبرمج لما يطلع عنده bugs ما يخافش، ما هو بجوز يكون هو السبب بجوز ما يكونش هو السبب، وغالبا يعني غالبا لا، لانه انا اعطيني ديزاين ببرمج لك اياه. هلا لما يطلع في بجز معينه انا بحط مور ريستريكشنز مور ريستريكشنز بشيلها هالبج بالبرمجه ايزي. بس اذا كانت ميسنج او السبيسيفيكيشنز نفسها اللي غلط انا شو دخلني؟ ما لي دخل. لحد هون واضح؟ واضح. تمام. هاي اللي بحكي ربع ساعه، هدول الربع ساعه اللي حكيتهم هن اللب الجوهر اللب تبع الستاتستيكال اناليسيز للبجز والمتريكس تبعت الكواليتي. لاحظوا اني انا رحت دشرت كل شيء وجيت ركزت على البجز على الايرورز، لانه لقيوا انه هاي البجز از ا جريت انديكيتور للكواليتي اوف سوفت وير. مش جود، اكسلنت، مش بس في فلسطين وفي أمريكا وفي اليابان وفي الصين خلص. فلذلك there are hundreds of tools software application tools
that you can use as a developer او as QA to manage bugs, bug management tools and software. انا لما كنت اشتغل قبل 20 سنة كنت اشتغل مبرمج عادي زي اي واحد في الدنيا، ما كنت اعرف هاي الشغلات ولا كانت موجودة. طيب بكنا نعمل هذا الشغل ولا بكناش؟ شو بتعتقدون؟ لا كان في ابلكيشنز ولا كان في سوفت وير يساعد، بس كنا نعمل هذا الشغل ولا ما كناش؟ انا اشتغلت بشركة كبيرة، كنت واحد من 40. تعتقدوا كنا نشتغل ولا ما كناش قبل 20 سنة؟ المفروض كنا نشتغله. طب انا قبل 20 سنة خلصت شغل براكتيكال في السوق، ما انا بلشت قبلها ب 10 سنين، كنا نشتغل ولا ما كناش؟ يعني قبل 30 سنة كنا نشتغله. طب كيف؟ ما كانش في سوفت وير، بس بقى في عندي شيء اسمه اكسل شيت. الاكسل شيت هاي انت بتقدر تعمل عليها ستاتستيكال اناليسيس، بتتجمع البجز وتنحطه بارقامه كله كله كل هذا الكلام، والاكسل شيت هاي شيرد باي ايفري باي اس كيو اي ديبارتمنت باي ذا سوفت وير ديفلوبمنت ديبارتمنت اند ايفريبادي سيز ايفريثينج. لما بج يكتشفها التست سنتر بتنحط عليها وبتنضاف وبتصير كذا كذا، اتس اساين تو سام بتجيني نوتيفيكيشن. 30 سنه. هلا في سوفت وير، اجوا ناس يعني شركات معينه قال لك انا بج مانجمنت سوفت وير مشان يشتغلوا يعملوا تراكنج يعملوا هاي ستاتستيكال اناليسيس كلها اوتوماتيكلي. عملوها، مش معناها انها بكتش موجوده، لا بكت موجوده، بس بكت موجوده بطريقه اقل اوتوميشن. فاذا the more we develop the more we go into higher level automation. ليش؟ لان النظريه بتقول ما يلي، وكوت مي اون ذس، يعني كان كوت سامي عوض اللي علمكم في ان في اون ذس. The idea is the following. إذا أنت عندك process تشتغلها frequently، يعني بتيجي الصبح بتعمل خطوات معينة، واحد بعدين اثنين بعدين ثلاث بعدين أربعة بعدين خمسة بعدين ستة بعدين سبعة، بتعملهم هذول كل يوم الصبح، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وممنوع تيجي الاثنين قبل الواحد والثلاثة قبل الاثنين والخمسة قبل الواحد، ممنوع بهذا الترتيب. If you do this three times in a row، يعني إذا عملت هاي العملية أنت لحالك 3 مرات فما فوق، معناها أنت you need to automate the process. لازم هاي البروسيس تصير اوتوماتيك. هذا نيد. هلا انت بدك تعمل بدك ببلاش، انت حر. اذا في شغله بتعيدها 3 مرات فما فوق، يعني لزمتك اول مره بدك تعملها بذاك الترتيب، لزمتك ثاني مره بدك تعملها بذاك الترتيب، انا في هاي الحاله بروح بكتبهم على ورقه مشان ما اغلطش المره اللي بعديها. المره اللي بعديها لزمني بروح براجع الورقه وبرد اعملهم كمان مره. المره اللي بعديها بقول طب انا ليش ما اعمل باتش فايل يسوي لي اياها وخلصنا، بروح بكتب باتش فايل، بصير بس افتح كمبيوتر تبعي اروح على الباتش فايل اعمل رن بسويهم السبعه ورا بعض بعدين ببلش اشتغل. هذا اسمه اوتوميشن. شو بفيد الاوتوميشن؟ اولا ات سيفز تايم، ثانيا ات از اكيوريت، ثالثا مور بيبل كان يوز ات. يعني انت لما كنت تعمل ال7 خطوات هذول موجودات براسك، لو بده يجي واحد، لو انك غبت هذاك اليوم بده واحد تاني يجي يشتغلهم بيعرفش، بقول له تيجي سامي، تيجي سامي لانه هو اللي بيعرف كيف شغلها. لا تعمل اوتوميشن. وصلت الفكره؟ مين فهم؟ بليز ريز يور هاند. خمسة ستة سبعة، ممتاز. ليه؟ مقنعة؟ طيب does it make sense ولا فيها ثغرات؟ منيحة ولا مش منيحة؟ ولا you don't care؟
يعني انت في حياتك بتعمل شغلات زي هيك باستمرار دائما، انت وانا وموظف البنك تبعين التاكسيات والبلديات؟ يعني أساسا لما نكرر شغلة يعني مرة هيك اليوتيوبية إنها تصير هابت عادي يعني. صح، صارت هابت عندك. بس أوه. اذا ان احنا اذا احنا بنشتغل قاعدين في مؤسسه، المؤسسه does not depend on the person، فإت إز أ ماست، صح؟ برضه دكتور هيك ما بننام حالنا، ضلينا نشتغل نفس الإشي طول الوقت، آه ما في إشي ما. صح، هاي شغلة. الشغلة الثانية، أنت when you do that who is faster، أنت ولا الـ automated process؟ Who is faster؟ آه طيب، who's more accurate، انت ولا البروسيس؟ process البروسيس. اذا هذا مثبت على فكره، يعني هذا اللي شايفينه قدامكم. انا ليش مخلي هاي الصفحه هون؟ عشان اللي بيحضر بعدين وانتو نفسكم ضلك تطلع على هدول، هدول مثبتات، مش انه سامي جابهم، لا، مثبتات ومكتوبات في هذا الكتاب والهن سورس. طب شو هن هدول؟ incomplete or erroneous specifications، يا اما سبيسيفيكيشنز غير مكتمله. يعني في شيء انت ما وضحت ليش اياه، زي ما قلت لكم على 50 درجه، يعني شو هذا، شو اساوي يعني؟ او مس انتربريتيشن اوف كاستمر كوميونيكيشن، هو حكى لك شيء وانت يو اندرستود سمثينج ايلس. ام سي سي هاي اختصار، مس كوميونيكيشن اوف كاستمر كوميونيكيشن. وهون على فكره موقع ايرور مهم. ليش؟ لانه طلع شو المكتوب؟ مس انتربريتيشن اوف كاستمر كوميونيكيشن. ليش هاي فيها مشكله؟ من دون ما اوضح لك اياها، من دون ما تقرا عنها، من دون ما تحطها على جوجل، ليش هاي فيها مشكله؟ شلون ايش يعني كيف السؤال؟ السؤال، في عندي ايتم كبير مهم من اسباب الايرورز، مس انتربريتيشن اوف كاستمر كوميونيكيشن. مس انتربريتيشن من مين؟ انو اللي مس انتربريتد؟ المبرمج اللي هو لا مش المبرمج، الشركه الاناليست اللي كتب السبيسيفيكيشنز. يعني بين المبرمج والكاستمر فيش لينك الا السبيسيفيكيشنز، بشوف السبيسيفيكيشنز المبرمج. فانو اللي بيحكي مع الكاستمر؟ بيحكي مع واحد اسمه اناليست. الاناليست هذا اللي فهمه غير عن اللي بده اياه الكاستمر. بصير دائما، بصير دائما بصير. اي انا لما مرات بحكي لاولادي شغله ببكى انا بدي شغله، هو بروح بيعمل شغله ثانيه، بكاش فاهم علي زي ما بدي. إشي طبيعي جدا عادي. فهاي سبب ايرور مهم. ثلاثة، intentional deviation from specification. intentional deviation، هون في واحد قرر انه يخالف السبيسيفيكيشنز ويعمل شيء ثاني، او يتجاهل شيء، او يقول لك لا بدي اعملها انا هيك، انا هيك متعود. intentional، او violation of programming standards VPS، violation programming standards. انت تعلمت development، software development، خبرتك الضعيفة، جيت كتبت زي ما بتعرف وهو مخالف للرولز، مخالف للقواعد اللي بتشتغل عليها الشركه وبيشتغلوا عليها العالم كلياته، وانت بتعرفش طبعا لانك اخذت الكورس الكتروني، شو بعرفني بتقول. فطبعا تمنها تصير بق، وتمنوا يرجع لك ويقول لك عمي هذا بصير شيء حكي، ولازم تعمل ريفيوز مع زملائك مشان يفهموك شو تساوي. بتتعلمها، مش انه يعني كارثه معجزه، لا لا، فيش معجزات، فيش معجزات على فكره. كل السوفت وير اللي بتشوفوه في الدنيا ولا واحد منهم معجزه، والله ولا واحد. خذ اقوى واكبر واخطر كلهن عادي، سوفت وير بروجرامينج طبيعي، انت بتتبع السبيسيفيكيشنز وبتنفذ. هلا في اكسبيرينس بتيجي للواحد مع الوقت، بحيث انه يصير يشتغل حسب الستاندردز وبطرق افيشنت كلير. ثلاثة، ايرور ان داتا ريبريزنتيشن.
داتا ريبريزنتيشن، داتا، هاي شغل مبرمج. صرنا بموضوع داتا. شو يعني داتا؟ يعني انتجر وكاركتر وسترينج وكلاسز واوبجكتس ولينك ليستس و ستاكس واريز من هالحكي هذا كله، هاد داتا. inconsistent component interface، يعني هون اشي شاذ من حيث الانترفيس. اي انا من هسه بقول لك انها مش مهمه كثير، يعني بدل ما اعمل البتن لونه احمر عملته لونه زهري، هاي inconsistent، بس مش يعني هالقد بتاثر. او اذا كانت يعني اعقد شوي من هيك، انا في عندي فانكشن معين لازم انادي واحد منكم، انادي الفانكشن اللي انا كتبته. الفانكشن اللي ناداه البارامترز تبعته مختلفة عن الفانكشن اللي انا كتبته. هل هي تياسي منه؟ لا مش تياسي منه. هل هي تياسي مني؟ لا مش تياسي مني. ولا شو؟ ما قعدناش مع بعض نعمل ريفيو. اجى الاخ اخترع من عنده بارامترز. ما بصيرش. تمام. أربعة، شو أربعة؟ 10. Error in design logic. Error in design logic، يعني هاي في مرحلة الديزاين اللوجيك تبعه، يعني بدل ما يرجعها مثلا قبل، في عندي لوب، بدل ما ترجع اللوب قبل ما يعمل العملية الحسابية رجعها بعد، بتصير هاي الشغلات. أو greater than less than greater than or equal less than or equal من هالكلام، هذا لوجيك. بعدين incomplete or erroneous testing، في bugs بيكتشفوهنش في التست سنتر وهن جداد، هاي برضو بتصير. كيف يعني؟ يعني ما فيش عندهم تيست كيسز كاملات، اجل التست سنتر طبق التست كيسز اللي موجودات في البلان وخلص، كلك فيش bugs. طلع على السوق السوفت وير، من حد ما نزلنا على السوق طلع عندهم bugs، نيجي نطلع عليها، ايه كيف هاي صارت؟ ما هي هاي مش عارف شو، لكنك انت مش عامل لها تيست كيس، تنضاف فورا للتيست كيسز. anyway inaccurate or incomplete documentation، inaccurate or incomplete documentation، هاي اللي دخلت في الدوكيومنتيشن نفسها. والدوكيومنتيشن تو تايبس، تايب بيفور ذا سوفت وير ريليس وتايب بعد السوفت وير ريليس. اللي before the software release زي ال specifications، واللي بعد ال software release زي ال manuals وال help. alright IID. error in programming language translation of design. programming language translation، programming language translation لما يكون في عندي أكثر من programming language that is used by the company or by the developers. تمام، في اختلافات بين programming languages من حيث اللوجيك، من حيث الداتا تايبس واشياء اخرى. تمام، طيب ambiguous or inconsistent human computer interface. ambiguous or inconsistent HCI human، اللي هي human computer interface، يعني لما تيجي تطلع على شاشة معينة بتعرف شو تعمل انت كيوزر، مش واضح، ambiguous، او مش متناسق مع الصفحة اللي قبله او اللي بعده. واللي بيوقعش من ضمن هدول الأكم، واحد اثنين أربعة ستة ثمانية عشر 11، واللي مش من ضمن هذول ال 11 بنحطه في خانه اسمها ميسلينيوس. ايش يعني ميسلينيوس؟ متنوع متفرقات، يعني مش من هذول ال 11 اللي قبليها، يعني ما اعرف ايش وين احطها، تحت اني خانه هذول، فبروح بزتها في ميسلينيوس. وغالبا يعني اللي بنحط في ميسلينيوس مش مهم كثير، بس بق يعني. To apply statistical analysis software quality assurance. The table هذا is built، انعمل من خلال دراسات على papers منشورة معمولة في شركات مختلفة، شركات software مختلفة، في عدة مناطق مختلفة تحت ظروف مختلفة.
بمجالات مختلفة زي انجينيرينج، اوتوموتيف، داتابيزز، ويب، اللي بدك اياه. هذا بوضح، بقول لك في هدول اي اي اس اللي هي، مين بيعرف شو هي؟ هسه غطيتها. لا incomplete or erroneous specifications. يا عيني عليك، incomplete or erroneous specifications، اي اي اس، incomplete or erroneous specifications، وام سي سي. Misinterpretation. misinterpretation of customer communication. طيب هذول الثنتين لهم علاقة ببعض. واي دي ار Error in data representation. داتا ريبريزنتيشن. احسنت، هذول الثنتين لهم دخل في مرحلة الريكويرمنت والسبيسيفيكيشن. اذا كثير من الايرورز بتصير اصلها غلط من عند الاناليست. عشان هيك شغل الاناليست كثير مهم، وانالستس ار بيد فيري فيري هاي سمز اوف ماني. اما هاي لا، هاي شغل مبرمجين. اذا اغلب غلط المبرمجين في الداتا ريبريزنتيشن، وات ميك سنس. يعني مش اللوجيك تبعك اللي غلط، الفور لوبس كلنا بنعرف نعمل فور لوبس، بس من وين لوين؟ وين اوقف؟ شو الكونديشنز؟ تمام؟ هدول الثلاث are the vital few. هاي الكيان، هاي أهم ثلاث شغلات خربني الدنيا عنده، that account for 53% of the errors. في هاي الحالة، هل معنى ذلك إنه باريتو برينسيبل غلط؟ يعني 53% من الايرورز في هاي الحالة، هاي الكيس اللي عملها ستدي، طلع من هدول الثلاث. وين هن هدول الثلاث؟ هياتهم اي 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 اس، هاي ام سي سي، وين الداتا ريبريزنتيشن؟ هيها تمام. طلعوا لي على البرسنتجز تبعتهم. في عندي اي اي اس incomplete or erroneous specifications، عندي 22% from total bugs، 22% خمس البجز من ورا هاي القصه، و12% من البجز من ورا هاي القصه انه ما فهمناش انك شو اللي بده اياه الكاستمر. هذول الثنتين كلياتهم في مرحله الاناليسيس مش مرحله الديفلوبمنت. اما هاي فهي في مرحله الديفلوبمنت. تمام؟ يس. انو بيجي وراها هاي اي اي تي، ارجع تشوف incomplete or erroneous testing. هاي فيها حق على الديفلوبرز، هاي فيها حق على مين؟ على كيو اي ديبارتمنت. هيك انا وضحت لك الصورة تماما. هلا طيب شو نساوي يا استاذ؟ ايش نعمل؟ كيف بدنا نتجنب هذا؟ مش كل اللي بدي اصلح السورس اوف ذا ايرور. هذا ايرور طلع عندي 205 باجز، كم من باج؟ 205 باجز، 205 باجز اصلهن اي اي اس incomplete or erroneous specifications. اذا في عندي انا مشكله في الاناليست، عندي مشكله في الزلم اللي بيعمل كوميونيكيشن مع الكاستمر مشان يفهم شو بده، مشان الديفلوبرز يشتغلوه، مشان يطلع لي سبيسيفيكيشنز ممتازه complete و accurate. ف يا اما برجع الاناليست كمان مره عند الكاستمر بهاي الحاله، يا اما بتغير الاناليست توتالي، بتجيب واحد بداله يفهم اكثر منه. هيك انت شلت السورس. طب نيجي للحاله الثانيه، misinterpretation of customer communication، نفس الشيء، هذا حق على الاناليست. اذا هذول الثنتين الحق على الاناليست. اوكي، هاي اللي هي غالبية الايرور اللي انت لك دخل فيها، 14% من الايرورز اللي انت لك دخل فيها، لانك انت كمبرمج اتخذت قرارات غلط وعملت كودينج غلط. هاي الاي اي تي، تمام، incomplete or erroneous testing، انه في missing cases. هاي ماليش دخل فيها انا كمبرمج،
مش شغلي. ولا شغل مين؟ شغل الاس كيو اي ديبارتمنت، لازم يبقى فيه تيست كيسز كفرينج ذيز ارياز اللي بتكون عنها النسي، مش لما اطلع على السوق انا يصير في ايرور. تمام. انو بيجي بعديهم بالترتيب؟ يعني هاي اخر واحد 10%، مين اعلى اشي بعدين؟ في عندي 6% هون، 6% هون، هاي 6% اي سي، اي انكونسيستنت انترفيس، مش مهم انكونسيستنت انترفيس، يعني مش هالكدي، مش بتدمر لكش الدنيا يعني، صح؟ يعني خطأ في الطباعة، ألوان مختلفة، شاشات مختلفة، أو إنه فانكشن هذا فانكشن هذاك الفانكشن، البارامترز تبعاته مختلفة، هاي كلياتها بتتصلح. وكيف بتتصلح؟ مشان تشيل أنت السورس أوف ذا إيرور، تعمل تكنيكال ريفيوز، مشان الاثنين يكونوا متفقين قبل ما هذاك يتفلسف. هذا هو. This is an extremely important gathering of information. وأنا حقيقة بشكر الكتاب إنه يعني، لأنه you need to work for at least 2 years to realize this. At least 2 years شغل لازم تشتغل أنت وأنت وأنت مشان تدرك هذا الكلام. هي كاتب لك يا جاهز. هذا الكتاب أنا بحبه لأنه هو practical approach، هو حقيقي، هيك هيك السوق بالضبط، هيك السوق بالضبط. يعني مش انا قلت لكم بكاش في سوفت وير ايام من يعمل تاجنج ويعمل تراكنج ويعمل كل هذا الكلام عادي؟ طب كان يشتغل على اكسل شيت، والاكسل شيت هاي شير بين كل الناس والكل شايفها، هي بكت الدرايفر تبعنا. الاكسل شيت هاي اللي عليها البجز بكت الدرايفر تبع كل الشغل. يعني اذا انا علي تاسك معين ديفلوبمنت واجاني بج، بترك تاسك الديفلوبمنت وبروح مشان البج، أخذت نص يوم، أخذت يوم، أخذت يومين، أخذت 3 أسبوع، بدها تتصلح. بعدين برجع بكمل شغلي. إذا البجز برضو أنواع. أوكي. مثلا هون تأكيدا على الحكي اللي حكيت لكم اياه، فور اكزامبل تو كوركت ام سي سي مس انتربريتيشن اوف كاستمر كوميونيكيشن، يو مايت امبلمنت ريكويرمنتس جاذرينج تكنيكس تو امبروف ذا كواليتي اوف ذا كاستمر كوميونيكيشن اند سبيسيفيكيشن. وهذا الحكي اخذته بالسوفت وير انجينيرنج. كيف انا بدي اجبر الكاستمر يحكي لي الصافي 100% زي ما بدي؟ هاي المس انتربريتيشن اوف كاستمر كوميونيكيشن، مش الحق على الكاستمر، الحق عليك على الشركة. مرة ثانية، الام سي سي مع العلم انها مس انتربريتيشن اوف كاستمر كوميونيكيشن، انت ما فهمتش شو اللي بده اياه الكاستمر، اذا الحق عليك. طب ما هو ما كليش، طب ما هو انت ما سالتوش. تمام. اذا الاناليست لازم يبقى فاهم بالديتيلز والانتيريورز تبعات السوفت وير ديفلوبمنت، وخصوصا في الشركة اللي بيشتغل فيها، مشان يعرف انه هذا possible ولا مش possible، doable ولا مش doable، بنعمل بنعملش، ناقص. طب كيف بدك اياها هاي؟ انت اسأله، طب كيف بدك اياها هاي؟ ما في عندنا طريقتين للشغل. بقول لك بعرفش، اختار لك واحد، ساعتها اختار واحد. ما بقدر يجي يقول لك انا بدي شيء، لانه الكاستمر بيوقع على ورقة، واي شيء ثاني خارج نطاق هاي الورقه اللي هي الكونتراكت بصير ابديت اسمه، حقه مصاري. تمام. هاي واحدة ثانية، to improve EDR، هاي شغل الديفلوبر يعني data representation error، you might acquire tools، بتجيب tools software applications that will help you in your data modeling. هو بكل هاي التولز تعمل لك زي الـ UML مثلا، تعمل جنريشن لكود، الكود هذا بيعمله حسب انت شو عامل سبيسيفيكيشنز وحسب انت شو عامل موديلنج في الديزاين ستيج تبعتك. اوكي ماشي الحال.
جملة حلوة. Spend your time focusing on things that really matter, but first understand what really matters. بالأول إيش شو هو المهم؟ فأنا حكيت لكم هلا شو هو المهم. الآن مشان إحنا نكون دقيقين, a company does not have to invent the methods for software quality assurance. يعني افرض انت رحت اشتغلت في شركه هلا already established زي عسل, وشركات سوفت وير مختلفه زي مثلا لندن وجافا, هدول they have established software quality assurance methods, يعني already موجودين وتابعين عليهم وكذا وكذا وكذا. اذا اشتغلت بشركه جديده, you don't have to create those methods. ولا في عندي ستاندردز, في عندي ستاندردز, واحد منهم اسمه 6 سيجما. 6 سيجما, سيجما هاي اذا statistical analysis symbol. اخذتوا statistics اشي توجيهي مثلا؟ في اسمه سيجما, هاي شو هي هاي سيجما؟ اي حدا أول في شيء مرة اسمه ستاندرد, في شيء اسمه ستاندرد ديفيشن. ستاندرد ديفيشن مر عليكم؟ احكوا لي او لا, يعني ما فيش فيها. مر وين؟ طيب في ايش ستاندرد ديفيشن؟ مر علينا في المدرسة، والسيجنالز والراندوم. ايوه بالضبط 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 بالضبط. في المدرسه انا في انه في كورس ستاتستكس وبعلموا هاي الشغلات, بس بيكونش يعني في مدارس بتعلموش بالمره. بس في السيجنالز, هاي السكس سيجما اصلا اجت من السيجنالز, من الكوميونيكيشن, من شركه موتورولا. تمام, 6 سيجما is the most widely used strategy for statistical quality assurance in the industry today. إذن هاي مش مزحة. مرة ثانية, 6 سيجما هذا الميثود is the most widely used strategy, strategy يعني ثابت, for statistical quality assurance in industry today. Originally popularized by Motorola سنة 1980. مين موتورولا؟ شو بيعملوا هذول؟ موتورولا شو بتساوي؟ شو بتشتغل؟ شو بتبيع؟ موبايلز. موبايلز 100%. موبايلز, هم اساس الموبايلز, موتورولا اذا بتعرفوش. يعني شركة موتورولا الموبايلز طلع من وراها, اول موبايلز عبين الدنيا موتورولا. تمام, طب كيف طب هي موتورولا بالاساس بتساوي كوميونيكيشن ديفايسز, كوميونيكيشن ايكويبمنت, كوميونيكيشن تولز, الوايرلس ديفايسز, الواكي توكي, الاجهزه اللاسلكي, وبتشتغل للميليتري وتليفونات وارضي وساتلايت. اذا هي كوميونيكيشن كومباني, وهم اول ناس عملوا الموبايل. طيب اذا بتحضروا افلام, يعني مثلا ارجعوا 20 سنه لورا, افلام بالتسعينات او بال2000, التسعينات 2000, بتشوف التلفونات, بتلاقي التلفون قد راس الواحد هالقد هيك, وله انتين ضخم ومش عارف, هذا شغل موتورولا. بعدين صار يصغر يصغر يصغر. المهم, فشركه موتورولا هي اللي عملت السكس سيجما. هذا شو بقول لك السكس سيجما؟ له دخل بالسيجنالز, هسه زميلتكم كانت اخذناها بالسيجنالز والستاندرد ديفيشن. الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف, اللي هو قديش في خطا او نسبه الخطا, نسبه الخطا المسموحه بالاتصالات 1 بالمليون. يعني من كل مليون باكيت بيطلعن وبرجعن, ممنوع يكون ايرور في اكثر من واحد منهم. 1 في المليون, لحد 2 في المليون, يعني بصير 2. اوكي,
من هون اجت قصه 6 سيجما. 6 يعني 6 ديجيتس، يعني 0.999999. طبعا هذا حكي مش مكتوب هون، او مكتوب ما بعرف، مكتوب. طيب في 6 سيجما بقول لك ما فيش داعي تحكي يا استاذ، ده 6 سيجما ميثودولوجي ديفاينز 3 كور ستيبس. الخطوه الاولى ديفاين الكاستمر ريكويرمنتس اند ديليفربلز اند بروجكت جولز فيا ويل ديفايند ميثودز اوف كاستمر كوميونيكيشن. يا حبيبي هاي لحالها الديفاين بتنحل اول مشكلتين، وفي إلها ميثودز وفي إلها ريكويرمنتس وفي إلها دوكيومنتس وتمبلتس جاهزات. انت ما فيش داعي تعمل ولا شيء يا استاذ، تخترعش جاهز، حتى في منهم انت بلزمك ايش بتشيلهم بتحط اللي بلزمك من الموجود، اذا ما اخترعش شيء. ده اثنين، ميجر. ميجر شو؟ ذا اكزيستنج بروسيس، ذا بروسيس اللي عندك اند اتس اوتبوت تو ديتيرمن كرنت كواليتي بيرفورمانس and collect the metrics. measure تحس نتيجة شغلك الحالي بعد ما عملت البروسيس. ثلاث، analyze، طلع على الديفكت ميتريكس واعمل لهم analyze ونطلع الفيتال في. وشو بعدين نعمل؟ repeat repeat repeat. بعد سنتين الشركة تبعتك بتصير مجرمة، السوفت وير كواليتي تبعتها بتصير عالي جدا. طيب هلا if an existing software process in place زي عسل وهدول موجودة already، شو بدنا نعمل؟ بعد ما جبنا الاناليسز هاي بدنا نعمل improve، حسن، مش to eliminate the root of the causes root causes. وبعدين control the process to ensure that future work does not reintroduce the problem. خمس خطوات، اول ثلاث خطوات ديفاين وميجر واناليز، بيطلع منه النتيجه. هاي النتيجه نتيجه الفحص والديبجنج والشغل مره ثانيه، بحسن انا البروسيس لاني بدي اشيل الروت كوز. شفتوا؟ بعدين كنترول، تاكد انها ما بترجعش. فهدول بسموهم دي ام اي اي سي، دي ام اي اي سي، ديفاين ميجر اناليز بعدين امبروف كنترول اذا كانت اوريدي في بروسيس. هسا اذا شركه جديده زي انتو مثلا، الدي ام اي موجودات، ديفاين ميجر انالايز صح، طب بعدين شو اساوي؟ هسا انت بدك تعمل ديزاين ذا بروسيس تو 1 افويد ذا روت كوز، 2 ميت ذا كاستمر ريكويرمنت. انت بدك تعمل بروسيس بعد هاي مشان تصير المره الجايه تعملها امبروف، ومن ثم دي ديزاين يعني ديفاين ذا بروسيس موديل ويل ان فاكت افويد ديفكتس فيريفاي. هذول بسموهم دي ام اي دي في. اذا في عندي سوفت وير ستاندرد، سوفت وير كواليتي ستاندردز اوريدي ان بليس، بطل العلم اللي بحكي لكم عنه برم زي ما كان فوق، فيش شيء. لا لا لا، في ستاندردز ومكتوبات، 6 سيجما واحد منهم، واي تريبل اي واحد منهم، وايزو واحد منهم، نك اللي بدك اياه يا حبيبي. لسه في منهم غاد ميليتري، هذاك عالم اخر ملناش فيه. جود، يعطيكم العافيه. محاضرة كثير مهمة، لازم اللي يعني راح تنسأل عنها، اني انترفيو راح تقعده راح تنسأل من هاي المحاضرة على الأقل سؤالين أو ثلاث. أي انترفيو بتروح عليه بالمستقبل للكواليتي أشورنس، بليف مي وصدقني وترست مي. يلا سلامات.